مشاهدينا من جديد واسمحوا لنا ان نرحب مره اخرى بسعاده السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق اهلا وسهلا فيك معاليك مره اخرى اهلا بك يا معاليك الاجتماع الاخوي الذي يقام اجتماع المحبه خلينا نسميه الذي يقام في منطقه العالمين في الساحل الشمالي في مصر ما دلاله هذا اللقاء وايضا لماذا جاء في هذا الوقت هل التوقيت له دلاله معينه أه طبعا هو حضرتك بس اسمحي لي في الاول ان مثل هذا النوع من اللقاءات ما بين القاده ده امر متعارف عليه في الشؤون الدبلوماسيه صح. مش بالضروره ان الامور تكون فيها قدر كبير من المراسم او من الاجراءات الرسميه ولكن بتبقى يعني قدر من العفويه في اللقاء وفي نفس الوقت احنا يعني بيتقال عليه كده ريتريت يعني بمعنى انه في لقاء في قدر اكبر من الراحه والاستمتاع بالجو الموجود ولكن ايضا انتاج جديد لمرحله جديده ان شاء الله آه ما اليوم من خلال هذا اللقاء هذا اللقاء الاخوي حقيقه اللي يجمع بلداننا العربيه وتحركات مصر الكبيره في استقطاب كل بلداننا العربيه لا توجد دوله عربيه تغرد خارج السرب ما هي المخرجات المهمه من هذه وحده الصف العربي من هذا اللقاء الاخوي طبعا حضرتك الظروف الدوليه والاقليميه بتفرض هذا النوع من اللقاءات ومن هذا النوع من التشاور والا نبقى احنا مقصرين في حق شعوبنا. طبعا موضوعات تغير المناخ، موضوعات الكورونا، حضرتك العالم اصبح محفوف الان بمخاطر كثيره وكلها تحت عنوان واحد وهي عبور الحدود. بمعنى ان انت لا تستطيع ان انت يعني تركن الى ان انت دوله عايشه في حدودها امنه ومش هيصل اليها هذه الاقطار لا هذه الاقطار سوف تصل الى الجميع لانه كل شيء الان اصبح عابر للحدود اذا انت اعتقد ان مثل هذه التشاور وده يمكن بدا من قبل قمه جده وحتى سياده الرئيس سافر الى عمان مثلا على سبيل المثال الى مسقط وايضا عمل لقاءات كثيره ثلاثيه وثنائيه ويمكن اللقاء الاخوي الموجود كان في مدينه العلمين الجديده حضرتك لو هتلاحظ ان هو في قدر من التشابك ما بين مؤسسات كانت قائمه من قبل بمعنى انه مصر الاردن العراق ده طبعا تعاون ثلاثي موجود بقى له فتره طويله وكان له نتائج مبشره الظرف الحالي بيتطلب منك ان انت تقوي قوتك الذاتيه تعتمد على نفسك والحمد لله امكانيات العربيه متوفره طبعا. ومفيش حجه ابدا ان احنا نتباطا في مثل هذا الشان فانا بشوف ان الظرف الدولي والاقليمي بيحتم مثل هذه اللقاءات وبيحتم ان يكون في مخرجات يستفيد منها الانسان العربي اللي احنا تقريبا كلنا بنشتغل عشان رفاهيته وعشان امنه تمام نعم سؤالي سؤالي لحضرتك يعني يعني معالي وزير الخارجيه الاسبق ولك من الدبلوماسيه الكثير ووجود الخمس دول مشرفينا في لقاء اخوي مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبلاد يعني دولنا زي الامارات والبحرين والاردن والعراق هذه التحديات للدول الخمسه ما هي الاجنده والاولويات اللي تراها انها تكون موجوده وهذه اللقاءات سواء كانت بشكل اخوي او لقاءات رسميه زي قمم سابقه تذيب ايضا اشياء كثيره وتخرج زي ما بنقول افكار جديده فكلمنا عن التحديات. طبعا التحديات انواع ولها يعني عارف حضرتك ايه سمات مختلفه، في تحديات نقدر نقول عليها دوليه، ازمه اقتصاديه عالميه بتاثر علينا، ازمه نفط، ازمه طاقه بوجه عام، موضوع الحبوب وموضوع الاسمده حتى عندنا فيها تمام. مشكله، دي كلها مشاكل قادمه الينا من الخارج، ولكن هناك ايضا مشاكل داخليه، حضرتك مثلا نمو الارهاب في بعض الدول المنطقة العربية، إعادة تكوين داعش لنفسها مرة أخرى على بعض الأراضي العربية، تدخل إقليمي من دول إقليمية بشكل في قدر من الشراهة والنهم إن هو يتدخلوا في شؤوننا سواء كانت في العراق أو في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن، فإذاً حضرتك عندك يعني كذا نوع من من المخاطر والتحديات اللي إحنا بنواجهها يمكن لأول مرة، المنطقة العربية لم تكن تحت وطأة مثل هذه التحديات من قبل. كان في اه طبعا مشاكل وفي موضوعات كثيره جدا اثرت علينا وعلى وحدتنا ولكن في نفس الوقت هذا نوع جديد من التحدي اللي يستلزم نوع جديد ايضا من رد الفعل من الجانب العربي ويمكن يمكن حضرتك برضو نقدر ندعي ان قمه جده كانت فيها قدر من النديه من الجانب العربي كان في موقف عربي بصوت واحد تقريبا آه يعني اكيد في خلاف ما حدش يقدر يقول ان احنا هنتكلم بنفس اللغه وبنفس النغمه ولكن على الأقل كان في صوت واحد قدر إن هو يقف أمام دولة كبرى مش في تحدي ولكن في رعاية مصالحنا مم. ويمكن حضرتك هتلاحظي إن الفترة الحالية الدول كلها تقريباً وبما فيها الدول العربية بتسير على شعرة دقيقة جداً ما بين المبادئ والمصالح صحيح فكون إن حضرتك تقدري توزني هذا الأمر بدأ يستلزم قدر كبير جدا من التشاور وقدر كبير ايضا من انه يكون في يعني تناغم في الراي ورؤى الى حد ما موحده، لانه لخروج اي دوله عن هذا الصف في المرحله الحاليه انا بشوف ان هو بيهدد الامن القومي العربي بشكل كبير جدا، فعشان كده عمليه التشاور بالاسلوب اللي موجود ده حاليا اللي هو في قدر من يعني الراحه والبعد عن الرسميات وضغوط الاعلام وغيرها آه دي بت مؤكد انها بتصل الى نتائج يمكن تكون اكثر فعالية من آه اجتماعات اخرى النموذج ده انا بشوف انه هو نموذج جيد ونستطيع ان احنا عليه بعدين دي نواه ممكن انها تستقطب دول اخرى مش بالضروره ان هذه النواه ان تكون يعني مغلقه على المشتركين في هذه الفتره او في هذا الاجتماع الاخير ده طبعا الموضوع مفتوح تماما للاخرين ونقدر ان احنا نوسع هذه النواه ويمكن ده يكون تمهيد جيد لقمه عربيه كانت متعثره في خلال الفتره الماضيه في نوفمبر القادم في الجزائر اعتقد انه عمليه التمهيد لها بهذا الشكل امر ضروري وامر واجب. وهنا السؤال سريع يعني احنا مثلا قمه جده كان قبلها ايضا تحضير عربي واعتقد المواطن العربي شاهد هذا التحضير، حقيقي. هل لو بنتكلم عن قمه قادمه في الجزائر فهذا ايضا تحضير اخوي عربي ايضا لاجنده قادمه يعني او مزلوط. او تحديات او محاور. مظبوط وخاصه حضرتك ان انت يعني هتلاحظي ان المشاكل المزمنه اللي موجوده في الارض العربيه الان زي سوريا وليبيا واليمن مختطفه من الاراده العربيه فاعتقد انه الاراده العربيه عندما يعني تجتمع وان عندما تحاول أن تضع خط واحد لها بحيث انها تعالج في قمه عربيه قادمه شامله مثل هذه القضايا اعتقد ان انا بشوف ان ده هيكون يعني مقاربه جيده جدا من الجانب العربي وضروريه ما نقدرش نسيب نفسنا يعني أسرى آه لقوى أخرى سواء كانت عالمية أو إقليمية إنها تحدد مصيرنا وتحدد طريقة الحل حتى القضايا، يعني مثلا للأسف آسف أقول لك إن القضايا السورية موجودة في أيدي تركيا وإيران وروسيا. صحيح. هذا أمر يعني ما لا يمكن إن احنا نقبله. في المرحله الحاليه لازم تكون في اراده عربيه ولازم تكون في حلول عربيه نعم علي الوزير يعني تحدثت حول الشان الروسي يعني لعل الازمه الاوكرانيه الروسيه الحاصله اليوم القت بظلالها على العالم العربي بشكل عام من ناحيه امن الطاقه ومن ناحيه ايضا الامن الغذائي هذا ايضا ملف جدا مهم مطروح على طاولة هذا اللقاء الأخوي الذي يجمع البلدان الأربعة يعني رأيكم في انعكاسات هذه الأزمة على العالم العربي بشكل عام؟ طبعا انعكاسات قاسية جدا ولكن يمكن حضرتك تلاحظ أن الخمس دول في منهم دولتين لهم اسهام كبير جدا في صناعه النفط والطاقه، خد بال حضرتك ان الشتاء داخل على اوروبا وعلى أو دول كثيره مم. جدا، اعتقد ان انت ايضا بت... يعني مش عايز ابالغ في الامر يعني ولكن انت بتشكل برضو ملاذ امن جيد لي... لدول كثيره او لشعوب كثيره ممكن ان هي تستفيد من منطقتنا سياحيا حتى، مم. يعني انت حضرتك لما الناس تيجي تزور الاردن او تزور مصر او تقضي وقتها في أماكن عربية فيها قدر أكبر من الدفء، أعتقد أن ده هيكون يعني مهم جدا لاقتصاديات الدول العربية، وأيضا أنا بشوف أنه التعاون يعني إمكانياتنا والبوتنشلز الموجودة في الدول العربية لا يمكن أن احنا ننكرها، يعني حضرتك لما تيجي تتكلم أنت ذكرت أمن أمن الغذاء وده أمر مهم جدا، في دولة زي تونس مثلا بتعاني الآن من مشاكل كبيرة جدا في توريد القمح فاذا انت لا احنا عندنا الامكانيات ان احنا نقدر نكون احنا فعلا سله الغذاء لنفسنا الاول وبعدين نقول للاخرين ليه نعتمد على يعني الاخرين وده يمكن احد دروس الازمه الاوكرانيه ان الدول كلها مش بس في المنطقه العربيه الدول كلها اصبحت تنظر الى نفسها انها لازم تكون تملك قوه ذاتيه تحقق خمس حاجات امن الطاقه امن المياه امن الدواء والعلاج وامن الغذاء والامن بشكل عام فاذا انت ده اصبح المفهوم للدولة الحديثة القوية اللي هي قادرة على الاستمرار، لأن الدول للأسف ممكن أوي تنهار تحت وطأة حاجة بسيطة جدا اللي هي أمن الغذاء. صحيح. وده يعني موضوع لا يمكن أن تتهاون فيه ولا يمكن تعيش من غيره فإذا احنا أمام تحدي كبير، إمكانياتنا كبيرة، نستطيع أن احنا نصل إلى حلول جيدة. لانفسنا وللاخرين. نعم. سعادة السفير، يعني نقطة هامة جدا انه كثير من الملفات ستطرح او طرحت ايضا على في هذا الاجتماع الاخوي، نتحدث عن تحديات عربية كثيرة، كما قلت يعني عدم الاستقرار السياسي في سوريا ويجب ان يكون هنالك حل سياسي. نتحدث ايضا عن مشكلة الطاقة، نتحدث عن عدم الاستقرار في العراق، الاستقرار السياسي، تحديات وملفات كثيرة. لكن لا زالت وستبقى القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه صحيح. المحوريه التي توضع على اي طاوله في اجتماع عربي سواء كان قمه او اجتماع اخوي الاجتماع العلمين. نتحدث ايضا عن اهتمام الدول الاربع او الخمس الخمس المشاركين في اجتماع العالمين عن اهميه واولويه القضية المركزية، القضية الفلسطينية، ولماذا دائما توضع على في اي طاولة؟ وانعكاسات الوضع في فلسطين ايضا على تلك الدول الخمسة اللي موجودة. في مثلا ما يطلق عليه الرباعية الدولية اللي كانت برئاسة توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، صحيح. لم تعقد اجتماع خلال العشر سنوات الماضية لاجل يعني دفع القضية الفلسطينية مرة اخرى ووضعها على مائدة التفاوض ما بين الدول الع... يمكن اللي يعني يمكن نقول عليه ايه تغير ايجابي انه مثلا دوله كبيره زي الولايات المتحده بدات الان تتحدث عن عنوان مهم جدا وهو حل الدولتين ولكن هذا الامر للاسف وضع في اطار يعرف حضرتك ايه المسكنات بمعنى ان احنا طيب حل الدولتين طيب فين بقى البروسس اللي توصلنا صحيح. الى حل الدولتين احنا محتاجين ايضا عمليه سياسيه تدفعنا الى الوصول الى هذا الامر فللأسف القضية الفلسطينية غير بقى تدخلات إقليمية من بعض الدول حتى حضرتك إيه لتمزيق الصف الفلسطيني ووضعه في في, في يعني أماكن مختلفة نعم. كل ده بيأثر على القضية الفلسطينية ولكن أنا أشوف إن الدول العربية مجتمعة حتى أكثر من الخمسة اللي اجتمعوا في العالمين أعتقد أنها لازالت القضية الفلسطينية أمر هام جدا مؤكد أزمة أوكرانيا دي حضرتك لما تيجي تتكلمي عن أمر قد يؤدي إلى خراب العالم اللي هو الحرب الروسية الأوكرانية وبعدين مثلا تيجي تتكلمي على القضيه الفلسطينيه مش هتلاقي نفس الاهتمام ولا نفس درجه ولا الاولويه, فاذا احنا القضيه الفلسطينيه دائما بتبقى في مهب الريح السياسي بمعنى انه لما الامور تبقى يعني هادئة إلى حد ما في العالم بيحصل فعلا نضج لهذه القضية ولكن للأسف احنا بقى عقدين من الزمان تقريبا القضية الفلسطينية دائما بتتأخر حسب الظروف الدولية والإقليمية وده أمر مؤسف طبعا ولكن يمكن احنا كنا بنتكلم مع أحد مم. الشخصيات الفلسطينية من قبل يعني وبنقول إنه الشعب الفلسطيني فعلا شعب الجبارين يعني مم. يعني حضرتك أنا رحت زرت رام الله عدة مرات واندهشت من التقدم الموجود عند سلام آه لا ما كنتش شفته ما, ما كنتش كان شفته كانش سلامة موجود ما كنتش شفته من ثلاث سنين تقريبا آه. آه. بس رام الله فيها تقدم لا تتوقعوه ان شاء الله لازم تروحوا تزوروا لا احنا رحنا رحتوا آه يعني احنا رحنا وزرنا واوافق حضرتك تماما آه. بان انا انا دايما عندي مقوله سلام قلتها لما زرنا فلسطين بان فلسطين جاهزه بالظبط آه يا بأن سلام تستلم الأرض يعني بالزبط. مش هيبقى عندها مشكلة إن هي يلا نبني لا, لأ, لا هما بانجين الله مال عادتك دولة بس مصغرة يعني حركت صحيح. فيها كل الإمكانيات بشكل مذهل تقدم اقتصادي جميل جدا موضوع التطبيع وانه الزياره الى فلسطين هي نوع من انواع التطبيع انا باكد وبقول انه لا كما هو موقف القياده الفلسطينيه بانه لا انتم تزورون السجين ولا تزورون السجان لا لا انا بروح يعني انا, بروح ومش ماليش يعني ما فيش حد يعني يقول لي لا ما تروحش انا بتلقى دعوات من الرئيس ابو مازن لحضور المؤتمر السنوي الفتح <applause> وبروح احضر لان انا من المهتمين تماما بالقضيه الفلسطينيه واعتقد ان زي ما انا عاجباني قوي الكلمه دي ان انت بتزور الاسير ابنك <applause> يعني ابنك لما يكون اسير في حته انت لازم هتروح له لو فر... لو في فرصه ان انت تروح له لازم هتروح له لا وعايز اقول لك حاجه سلام انت بتروح برفقه يعني السلطه الفلسطينيه اه طبعا يعني انت مش بتروح من الباب الثاني انت بتروح من الباب الرئيسي وهي الدليل على ف... شرعيه فهي مش احنا بنروح لا. لبلدنا لبلادنا لا لا لا, لا في بعيده تماما عن كلمه التطبيع طبعا التطبيع ده ده اطار ثاني خالص مع م. دوله اخرى بس هي رام الله فعلا نموذج أه. جيد للشعب الفلسطيني اللي هو بيشتغل بدون بقى م. أن هو ينغمس في أطر السياسية أطر وكذا. يمكن التأكيد على فلسطين، حقيقة كل زملائنا اللي شاركوا من خلال برنامج بيت للكل كانوا سفراء حقيقيين لفلسطين، تشاهد في عيونهم الصبر والعزم والقوة، وفي كل بلداننا العربية صح. نشاهد عقول كبيرة لفلسطين تفكر وتبدع وتنتج، وأكيد هذه العقول وهذه الأيدي وهذه البشرة السمراء التي تنتمي إلى الأرض ستحرر الأرض إن شاء الله وباذن الله وباتفاق أيضاً. عربي بين قضية فلسطين هي القضية الكبرى والمصيرية بالنسبة أنك عرب أستسمعك دقائق قصيرة الله طبعا نروح <applause> إلى فاصل قصير وبعدها نكون متواصلين في هذا الحوار إذا مشاهدينا فاصل قصير بعدها بتواصلين رجعنا مشاهدينا لاكمال حلقتنا من برنامجنا بيت للكل، حقيقه هذه قمه الاخوه فيها ايجابيات وفيها مؤشرات وبقع ضوء خاصه ببلداننا العربيه وخاصه باتفاق القضيه الكبرى هي القضيه الفلسطينيه بالاضافه لكثير من التاثيرات السلبيه التي اتت بسبب الازمه الاوكرانيه وايجاد الحلول. معاليك حقيقه قبل الفاصل كنا نتحدث عن كثير من المشكلات اللي تعاني بها بلداننا العربيه، الطاقه، ازمات اقتصاديه، ازمات سلع معينه تدخل الى بلداننا، لكن هناك ايضا حضرتك ذكرت التغير المناخي بالنسبه لبلداننا، هناك ازمه اخرى هي كانما تكون حرب للمياه بالنسبه للعراق، بالنسبه لمصر، بالنسبه للاردن، أشكرك. كثير من هذه البلدان يجب ان نتخذ خطوات حقيقيه وجاده، مو فقط يكون هناك خطابات او كلمات مكتوبه على الورق، لايجاد الحلول لبلداننا حتى نبتعد عن التهديد او تهديد الاخر. اشكرك جدا على اثاره هذا الامر. ده موضوع مهم جدا ويمكن العالم ما كانش عنده الاحساس بخطورته ولكن موجه الجفاف اللي اصابت اوروبا في الصيف دوت اللي احنا اللي احنا عشناه ده اعتقد ان احنا يجب ان نستغلها كدول عربيه مصر والعراق مم. ان هم ينبهوا العالم ان الموضوع مش موضوع حقوق لدول بحق يعني دول المنبع والباقيين مش مشكله يعني يتصرفوا هم الموضوع يجب ان هو يوضع في اطار قانوني جديد دولي مش بس خاص بمصر او العراق ولكن موضوعات الانهار وموضوعات الجفاف اللي بتواجه العالم في الفتره القادمه ديت لازم يكون لها معالجه دوليه ويمكن انا يعني اناشد الدوله المصريه والحكومه المصريه ان احنا في المؤتمر القادم في نوفمبر في شرم الشيخ ان هذا الموضوع لانه هو مرتبط ايضا بتغير المناخ <applause> يعني صحيح ان انت عندك مثلا سيول في السودان دلوقتي جارفه والحمد طبعا. لله يعني بغض النظر عن المأساة اللي بتواجه الشعب السوداني للأسف لكن معناها أن المياه في هذا الفصل هتكون متوفرة يعني تأثيرات البشر ربك الله سبحانه وتعالى بيعطي المياه للبلدان اللي قطع عنها المياه بسبب تأثيراتها بالضبط ولكن أنا بشوف أن أنت لازم في الفترة القادمة ونستغل موضوع تغير المناخ وموضوع تواجد كل دول العالم في شرم الشيخ في نوفمبر القادم ان انت لازم تصل الى اتفاق قانوني كبير واسع النطاق مش بس مجرد ان في قانون دولي طبعا بيحكم الانهار حضرتك عارف الكلام دوت وبيحكم عمليه العلاقه ما بين الدول المحيطه بالنهر او او وقود النهر ازاي بتنظم العلاقات بينهم ولكن في النهايه احنا دلوقتي في ظرف جديد تغير المناخ وايضا استغلال البعض الموضوع بس مش تغير مناخ ده في استغلال كمان سياسي مم. يعني ما تقوليش ان الاوضاع في العراق سياسي عن طالب المياه بالظبط فاحنا لازم الموضوع دوت وده ابسط بقى حقوق الانسان اذا كنا هنتكلم عن حزمه كامله من الاهتمامات القادمه في العالم الجديد اللي احنا داخلين عليه لان بعد اوكرانيا في عالم جديد هي... هيظهر فبعد كده اذا ده من احد الاهتمامات الاساسيه فكره امن المياه وده لازم يكون هو احد الملفات اللي الجميع بيتحدث فيها واعتقد ان فخامه الرئيس السيسي تحدث عن هذا الموضوع عده مرات في محافل دوليه واقليميه فاعتقد ان احنا لازم كلنا ومصر والعراق ودول اخرى سوريا برضه بتعاني من نفس الشيء طبعا وفلسطين نعم وفلسطين, طبعا وفلسطين طبعا ده اول مشكله مياه بدات في الاردن وفي في فلسطين في النهارده فاكر انت كنت لسه ما الوزير يعني كان في عندي سؤال يعني الزملاء يعني طرحوا القضيه الفلسطينيه وتحدثوا عنها نتحدث شوي عن الشان في العراق يعني اليوم يعني الوضع هناك قلقله وبلبله في الوضع السياسي في العراق لا زال الدم يسفك ولا زالت الاوضاع غير مستتبه الدور العربي في هذا اللقاء الاخوي ما بين الدول الخمسه لي تعزيز استتباب الامن في العراق. يعني دعني اقول لك اولا ان العراق دوله هامه جدا جدا للعالم العربي، مش هقول لك بقى ان هي حارس البوابه الشرقيه الكلام اللي هو انا كنت في بغداد من كام سنه كده فيعني قالوا لي لا بلاش الكلمه ديت خليها هي الجسر للتفاهم مع الاخرين فما فيش مانع نقبل هذا. ولكن العراق دوله في منتهى الاهميه بالنسبه للعالم العربي. واعتقد ان هي بتواجه اخطار متعدده يعني لها اشكال مختلفه. ولكن في سمة أساسية للأزمات في العالم العربي في المرحلة الحالية هي إطالة أمد الأزمات بالإضافة لإطالة أمد الأزمات أنه في قوة إقليمية لديها يعني مصلحة خاصة في أن تبقى العراق أو غيرها من الدول في حالة تأزم وحالة تناحر وحالة عدم استقرار فده في حد ذاته يعني زي ما يعني بنقول انه عوده العراق للحضن العربي ده كان امر مهم جدا وفعلا العرب عادوا فعلا للعراق بقوه، مصر عندها علاقات قويه جدا بالعراق، السعوديه ايضا نفس الشيء. فانا اعتقد انه الفتره القادمه يجب ان طبعا الحل لازم يكون عراقي. ما لا يجب ان احنا نسلم انفسنا ولا للاقليم ولا للحلول الامميه، لان يعني ديت لها كده يعني سيناريوهات خاصه بها ايضا. الحل يجب ان يكون عراقي ونابع من الشعب العراقي ولكن التاييد لازم يكون عربي وعربي فعلا واضح وصريح انه مش ممكن ان العراق تقع في فخ الفتنه الطائفيه ده امر مرفوض يعني العراق عاشت طول عمرها في سلام وفي امان وكانت الدولة يعني انا اتذكر كنت بشتغل في الكويت سنه 78 وكنا بنروح البصره وبنروح بغداد بالسيارات كان شيء جميل جدا جدا ان انت تزور هذه الدوله الفتيه بثقافتها وبحضارتها وبشعبها وبحبها لمصر كمان يعني بتلاحظ ان العراقيين لهم حب شديد جدا لمصر فاذا احنا امام فعلا مشكله وللاسف يعني احنا كل ما بنطفي حريق في العالم العربي يعني بتلاقي حريق اخر ظهر فده حد ذاته يتطلب مننا إن وعي كبير جدا وحرص على انه يعني هذا الامر يجب ان هو يتم الوصل التوصل لحلول سريعه له والحقيقه الخطاب اللي قاله رئيس الوزراء الكاظمي عند وصوله لبغداد بعد ما غادر العالمين خطاب يعني سياسي محنك بيعرف يتعامل مع الارض ما لا يغلق الامور على انه مفيش فيش تظاهر لا في تظاهر لو عايز بس بطريقه سلميه تعبر التعليم. عن رايك اه تعبر عن رايك وكل شيء ولكن غير مسموح بفتنه طائفيه وغير مسموح بتناحر وغير مسموح ان دوله جاره ان هي تبقى لها اليد العليا في الامور هناك لا ده شعب عراقي العراق دي دوله يعني قويه طول عمرها ويجب أن يكون هي إرادتها هي اللي فوق الجميع أكيد. مش مسيطر عليها طيب سعادة السفير اسمح لي في وجود حضرتك إن إحنا نضع خريطة العالم سويا وننظر كده فنجد خريطة العالم قديما تغيرت كثيرا ونحن مع هذا التغير للخريطة أمام أزمات عالمية أيضا وفي وسط هذه الأزمات العالمية في كل بلد يا إما في إعادة بنية تحتية زي ما موجود في مصر يعني اعاده بنيه تحتيه اهتمام باقتصاد يا اما في مشروعات مستقبليه مثلا زي ما دوله الامارات يا اما في اعاده للحياه السياسيه والاستقرار زي العراق يا اما في فلسطين يعني عندهم فكره انه الارض لابد ان تعود الاردن بتحاول طول الوقت ان هي تكون نواه السلام في المنطقه وايضا تبني نفسها فاذا كل دوله عربيه عندها اشياء كثيره كيف تنجو الشعوب العربيه من هذه الازمات في ظل تغير الخريطه العربيه العالميه بشكل عام طبعا ده سؤال يعني عظيم وسؤال سياسي عميق جدا اعتقد ان الرد عليه ياتي في ثلاث كلمات السلام الاستقرار التنميه ويمكن حضرتك هتلاحظي ان السياسه الخارجيه المصريه بدون اعلان انا يمكن انا يعني اقدر اديلك قدر من التشخيص اللي ما يحدث في سياستنا الخارجية مش بالضرورة أن المسؤولين عنها يقولوها في الإعلام يعني لكن ده اللي احنا أعتقد ماشيين عليه أن حضرتك لو جبنا كده يعني برجل وحطينا سنه في القاهرة ولفينا لفة كده اللي هو الجوار الاستراتيجي لمصر هتلاقي أنه كل ما نقوم به هو ماشي على الثلاث كلمات اللي أنا قلتهم لحضرتك دي السلام والاستقرار والتنمية لما يتوسع هذا الجوار وياخد حلقه اكبر كمان يعني يصل بقى الى دول مجلس التعاون الخليجي والى المغرب العربي اعتقد ان ده هيكون فيه فايده كبيره جدا ولكن هو ده اعتقد ان ده الملجأ الوحيد للدول العربيه انها تتحرك في هذا الاطار ان هو لازم يكون في فرض فرض مش بس كده كلام لا نفرض السلام ونفرض الاستقرار ونفرض التنميه وده اعتقد انه هيكون اسلوب جيد جدا ويمكن حضرتك هتلاحظي ان مصر كمان يعني يمكن اكثر يعني تقدما في هذه هذا المجال انها وصلت لافريقيا في بنفس مصر. المبادئ ديت في سد بيتبني في تنزانيا في في جيبوتي في شغل كبير برضه جيبوتي دوله عربيه ففي شغل كبير جدا في جيبوتي يمكن ما حدش بيسمع عنه شغل في الصومال نفس الشيء فهو ده الاسلوب وبالتالي حضرتك ان المشروعات لازم تكون فيها تاييد من بعضنا البعض يعني تخيلي حضرتك مثلا لو هتروحي جيبوتي تعملي مشروع مصري اماراتي بسواعد اردنيه وعراقيه مثلا او مصري حيل. اماراتي عراقي يعني مظله عربيه اه تخيلي حضرتك مدى المنتج نفسه والعائد اللي هيكون على الشهر. هل هل مثال استقبال السيد الرئيس للاخوه الاشقاء العرب في العالمين هو اكبر مثال على كلام حضرتك اه طبعا لا حضرتك احنا يعني دايما الحقيقه تحركات المصريه هي يعني تقدر تقول عليها ايه تحركات سلسه ناعمه ولكن تصل الى الاخرين بسرعه باسلوب ما فيهوش اقحام يعني مم. عارف عليك فكره برضو الاقحام ان انا افكاري هي اللي لازم تمشي لا ده الكلام ده ما ينفعش في العالم الحديث اللي احنا عايشين فيه ده. ولكن مصر بتحقيقه بتمارس دبلوماسيه على مستوى الرئاسه أو على مستوى وزاره الخارجيه دبلوماسية رصينة جدا ولكن بتتصل الآخرين بأسلوب سلس جدا وبتأدي نتائج جيدة جدا جدا نعم اسمحوا لي أفوت نقطة صغيرة دكتورة لنا يعني موضوع العدوان الأخير على قطاع غزة وتدخل ايه. المصري الدائم في إقرار إحلال السلام في المنطقة بشكل عام ويعني الحرص على سلامة المواطن الفلسطيني والتدخل بشكل سريع لإنهاء هذا العدوان لا يعني لا هذا لا هذا لا طبعا يعني هذا هذا دور مصري يعني فعال احنا بخير طول مصر طول مصر يعني ممكن اقول لك بدون يعني ما اكشف يعني عمليه الاعمار في غزه بتسير بشكل جيد جدا صحيح. جدا صحيح. بمبادره مصريه <applause> رائعه ودي برضه في اطار الاستقرار والسلام <applause> والتنميه نعم صحيح. نعم نعم سعادتك نقطه هامه جدا بما انه احنا بنحكي عن خوفنا من يعني طول مدة الأزمة الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على أزمة الغذاء والأمن الغذائي بشكل عام في كل دول العالم وليس في المنطقة العربية لوحدها. إحنا بنحكي إنه في إرادة سياسية عند الدول العربية والوطن العربي وخير مثال التبادل التجاري الكبير اللي عم بيصير بين الدول الخمس المشاركين في اجتماع العالمين يعني مصر هنالك مثلا حجم تبادل تجاري كبير بينها وبين الأردن على سبيل المثال فيما يتعلق بقطاع التعدين وقطاع الفوسفات لأنه كلنا بنعرف أنه الأردن يعني يمكن من أكبر الدول اللي عم بتصدر الفوسفات كذلك مع البحرين فيما يتعلق بالأحجار الكريمة يعني حسب احدى التقارير اللي انا قراتها فيما يتعلق في العراق ايضا في قطاع الخضروات والمواد الغذائيه. يبدو ان هنالك تنبه لدى تلك الدول العربيه المشاركه وايضا اراده سياسيه في انه نفكر في اداره ازمه الغذاء اللي عم تخلقها الازمه الروسيه الاوكرانيه، فخلينا نتحدث في هذا المحور. كيف نشكل احنا كدول عربيه علاقات تكامليه فيما يتعلق بالتبادل التجاري وخاصه في نطاق الامن الغذائي وامن الطاقه. هو حضرتك استعملت كلمه بعتقد ان هي يعني كلمه السر او مفتاح الامر كله وهو كلمه الاراده السياسيه. نعم. عندما تتوفر الاراده السياسيه نعم. لدى القاده والرؤساء والملوك والامراء اعتقد انه ده بيفتح مجال كبير جدا عشان كده دايما مثل هذه اللقاءات دايما احنا بنستبشر بيها خير ان هو هيكون فيها لها انعكاس سريع على الاوضاع طبعا ملف الغذاء ده طبعا ملف مهم جدا جدا و معلش انا هتكلم طبعا عن بلدي شويه زياده وتسمعوا لي بكده يعني حضرتك يمكن في حاجه اسمها في الاستراتيجيه الاستراتيجيه الاستباقيه الاستباقيه يعني استباقي. ان انا ايه ما انتظرش الكارثه تقع مم. ثم ابتدي اتحرك التنبؤ ومحاوله آه. انه يعني تحاول عليها وتكون جاهزه اداره معها. نعم. اداره الازمات ممكن نقول عليها كده برضه بس انا انا بطلق عليها الاستراتيجيه الاستباقيه آه الرئيس السيسي عمل الموضوع مثلا الدلتا الجديده صحيح. وكان مهتم جدا بالمشاريع م. الزراعيه برضه قبل ازمه اوكرانيا كان مهتم جدا بموضوع الغاز وموضوع شرق البحر المتوسط مدينه الدواء اللي تمت برضه بعد الأزمة ازمه الكورونا تورونا. فاحنا يعني دايما لازم الدول العربيه يكون عندها هذا التصور الاستباقي للاحداث حضرتك إحارك... ذكرت موضوع مهم جدا وهو موضوع ازمه الغذاء لا احنا عندنا <applause> يعني اسمحي لي, عندنا كل الموارد الك... الكافيه ان احنا نبقى سله الغذاء للعالم، دوله زي السودان لوحدها ممكن تاكد انا اتحدث العالم. عن ازمه الغذاء في العالم اجمع طب لحضرتك نا. احنا نا. ممكن قوي احنا نبقى سله الغذاء للعالم كله كمان لازم كلنا نفكر في فكره ان احنا القوه الذاتيه لكل دوله تكون قائمه بشكل نا. واضح وفي نفس الوقت يكون في تعاون ما بين الدول العربيه لان احنا هنكمل بعض في النهايه آه. معاليك حقيقه شكرا لتواجدك في برنامج بيت للكل، شكرا لكل هذه المعلومات القيمه حقيقة الوقت مر بسرعة تمنيت بأن نأخذ أيضا قراءة بين السطور بسرعة كانت بقضية من اجتماع جدة كان جو بايدن الأراء العربية لم تأتي على هواه لم تبقى هناك دول كبرى بالنسبة للعرب الخطابات تغيرت الاجتماعات تغيرت اللقاءات تغيرت وهذا دليل مخرجات لقاء الأخوة في مصر هذه الأرض التي دائما تجمع على أرضها كل بلداننا العربية وتقول بأن العرب يمرضون لكن لا يموتون نورتنا وشكرا لتواجدك أنا جدا جدا. شكرا لك معالي الوزير وايضا مشاهدينا الكرام نشكركم على طيب المتابعه بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج بيت للكل انتظرونا في كل جديد في الحلقات القادمه والى اللقاء.